مثلك، إلي حق بالقانون مثل مثلك، إلي حق أوصل كون رئيس جمهورية مثل مثلك، إلي حق كون بالوظائف مثل مثلك. هيدا المساواة، مش إنه أنا بدي أكون رجال وأنت بدك تكون مرة، لا، لأنه كل واحد منا فيه جزء فيه بشخصيته صفات ذكورية صفات أنوثية، حتى الرجال فيه صفات ذكورية صفات أنوثية. المساواة إنه أنت تحترمني وأنا أحترمك ونتعامل مع بعضنا مثل ما لازم ونربي أولادنا على هالأساس، الصبي والبنت مثل بعضهم. دفاعك عن قضايا المرأة بشكل كبير خلى البعض يقول إن حضرتك فيمينيست، ده ممكن نرد عليه من وين؟ نعم، يقول اللي هو قوله بكل بساطة، وأنا مالي أنا ضميري مرتاح. قضايا المرأة اللي حضرتك بتتناوليها بتحط لها حلول؟ يعني بتعرضي المشكلة وبنبتدي إن إحنا نحط حل، ولا بتسيبيها مفتوحة؟ شوفي، لو أنا بفكر في المرحلة القادمة إن أنا أنزل مجلس الشعب، الحلول دي تبقى فين؟ الحلول في القانون. احنا بنتكلم اوكي، الاعلام ممكن يساعد كتير، ممكن يشكل ضغط لتغيير القوانين، والافلام وكل دي. احنا اكبر دليل على كده في الفترة اللي من الاسبوع اللي فات كان موضوع مادة تزويج البنت المغتصبة، كان يفرض القانون انه اذا بنت تم اغتصابها عندنا في لبنان مادة 522 اذا مش غلطانة، لو الراجل قبل يتجوزها او يتجوزها تسقط التهم، ما يخشش السجن. اتغيرت المادة دي بسبب الضغط الاعلامي الكبير يلي حصل بخصوصها. وهون لازم نوه بالممثلة نادين الراسي يلي طلعت على التلفزيون وحكيت الاشياء مثل منا، وساهمت وهي وغيرها كتير من الفنانين انه يغيروا الفن. رسالة، ورسالة ممكن تغير بالمجتمع. أسهل إنك توصل من خلال التي في، من خلال هون السوشيال ميديا بيلعب، بيكون عندك كتير فولورز وبيحبوك بيقتنعوا بفكرك، هون بتغير. هيدا المطلوب، لأنه إذا بدنا ننطر سياسيين يغيروا لنا، عم بحكي على بلدي أنا، ممكن عمر ولادي.